السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عايز أصدر الشغل بتاعي اللي موجود في النفس وركس للآي إف سي. النفس وركس مفهوش الأداة ديت، فأنا بلجأ لإيه؟ بلجأ لأداة اسمها أي كونستراكت. باجي هنا وأقول له أي كونستراكت، تظهر لي القايمة ديت. فأنا عايز أصدر للآي إف سي، فباجي هنا في جنرال وأشوف الإعدادات بتاعة الآي إف سي، بلاقي سمارت اي اف سي اكسبورت كونفيجريشن. ببدا اقول له نيو وادي له اي اسم انا عايزه كتمبليت، يعني كاعدادات. وتقدر تشوف الاعداد بتاعت البيلدينج البيم اللي موجود اهوت، تقدر تعدل عليه وتقدر تشوف الخصائص والشيرد بروبرتيز. بعد كده تقدر تعمل كوبي منه وتعمل منه اكتر من نسخة، وتقدر تختار من هنا مثلا اي اف سي 4 وبعد كده تسيف دوت. ولما تيجي هنا هتلاقي سمارت اي اف سي سبورت، تدوس عليه يبدأ بقى يسألك اسم المشروع والسايت نيم والبيلدنج نيم والاسر. وبعد كده اقول له اوكي، فيبدا يقول لي عايز يصدر الملف ده كملف اي اف سي فيه. بختار الملف اللي انا هسيف فيه واختار الاسم بتاعه واقول له سيف. دلوقتي هروح افتح ملف الاي اف سي. يظهر معايا بالشكل ده.